هذه الحشرة تمشي وتحرك أرجلها، مع العلم أنها فقدت أكثر من نصف جسدها. في الحقيقة ليست الحشرة من تتحرك بإرادتها، لقد أصيبت بفطر كورديسيبس، وهو فطر طفيلي يتحكم في جسم مضيفه. لتصبح الحشرة أو النملة مثل زومبي، إذا نظرت عن كثب ورأيت خلف رأس الحشرة ستجد هذا الفطر يتحكم في زمام الأمور. يقول علماء الطبيعة أن بعض الحشرات في الغابات الاستوائية مصابة بفطريات من هذا النوع، وبعد شهر من الإصابة يتحكم الفطر في عضلات النملة مثل دمى الكراكيز، ويدفعهم لترك مستعمراتهم وتسلق الجذوع. بمجرد أن يصل النمل للارتفاع المناسب يغرس فكه في الجذوع أو الأوراق، ثم ينمو الفطر من رأس النملة ليتشكل الجزء المرئي من الفطر.